ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. وطبعا بقى يعني الفقرة التانية زي ما عودناكم أعزائي المشاهدين، الفقرة هتكون متنوعة مختلفة زي ما عودناكم أعزائي المشاهدين. طبعا في برنامجنا طريق النجاح دايما بنحرص على ان احنا نستضيف شخصيات ناجحه ونماذج شبابيه مؤثره، سواء بقى الشخصيه دي طبعا مؤثره في العمل الفني او في العمل السياسي او في العمل الرياضي. بس طبعا ضيفنا النهارده هو ضيف مختلف ومعروف جدا بالنسبه للمجتمع المصري او الجمهور بصفه عامه، ولا ايه يا ساره؟ طبعا ضيفنا النهارده هو ممثل مصري عاصر ادوار الزمن الجميل، تربى على ايد العبقري نور الشريف وخالد صالح، ومتعنا باعماله كثيره جدا. هو النهارده معانا مصطفى سليمان. اهلا وسهلا. برحب بك يا مصطفى. انا برحب بيكم وبشكركم جدا ان انا معاكم النهارده. انا طبعا قبل البدايه طبعا كان في تقرير اتعرض للشيخ طه عزت، طبعا ده صاحب الصوت الذهبي وطبعا يعني خد جايزه في ماليزيا، فطبعا لازم اشكر زميلتي مريم عوض مراسله برنامج طريق النجاح. وقبل طبعا يعني احنا دخلنا على طول كده ودخلنا سخن على الحلقه على طول، طبعا ما عرفتكمش بزميلتي طبعا ساره دياب، وطبعا ما صبحتش عليها. فانا صباح يعني الخير يا محمود. صباح النور يا ساره. وطبعا برحب في برنامجي طبعا استاذ مصطفى سليمان من الشخصيات العظيمه جدا. مختفى مصطفى بقالك كتير. معلش بقى، يعني الظروف والوسط الفني كله حصل فيه تغيير جذري. يعني مش انا لوحدي اللي مختفي، هتلاقي ان في مخرجين كبار جدا جدا احنا تعودنا على اساميهم مش موجودين. يعني لو عديت لك اسماء كبيره كبيره جدا زي استاذ محمد فاضل، استاذ رباب حسين، استاذ عادل صقر، استاذ مجد ابو عميره، يعني هو اخيرا رجع بمسلسل قوت القلوب قريب. يعني لا، اسامي كتير لو انا عديت، مش يعني الوقت مش هيسمح لي. بس الوضع اختلف بعد الثوره وبعد سنه 2012. الموضوع بقى فيه تغييرات كتير جدا. ف يعني الواحد كان في الاول في وضع، دلوقتي وضع تاني، وبنحاول نرجع على الوضع الجديد وان شاء الله خير باذن الله. وفي ظهور مخرجين كتير جدا ووجوه شابه كتير قوي برضو. حقيقه يعني غطوا على الجيل القديم فعلا. او هو في كل وقت وليه اذان زي ما بيقولوا. لا بس في ناس حيتان تمثيل. في يعني فيه زي حضرتك مثلا. ربنا يخليك كل ذوق. في اللي احسن مني بكتير، في استاذ توفيق عبد الحميد، في اكتر من ممثل عظيم وممثل ليه باع ممثل ليه كاريزما وما بيشتغلش. يعني الفنان القدير عبد الرحمن ابو زهره، يعني ده شخصيه قديره وشخصيه عظيمه وترك بصمات في العمل الفني من مسلسلات كتير. يعني بيستغيث يا ساره للمخرجين، بيقول انا فعلا عايز اشوف شغل. طب ايه ده؟ الوضع اختلف. هو الوضع كله في حاجه كده لازم يعني يعملوا حسابها. في حاله لخبطه. في هو حتى انت بتشوفي مسلسل دلوقتي غير اما بتشوفي مسلسل مثلا قبل 2010. بالظبط جو الاسره في المسلسل اختفى. جو الاسره، نوع الدراما نفسه، نوع بقى تجاري اكتر، التكنيك. يعني الا بقى من رحم ربي، لو في مسلسلات يعني تتعدى على الصوابع. لكن كان زمان لا، كان في مسلسلات الواحد يتفرج عليها بتدي رساله. كان البيت المصري كله يقعد يتفرج. دلوقتي لا، في بلس 18 وبلس 16 وحاجات كتير. لما نشوف بالزبط مسلسل زي مسلسل البرنس ومسلسلات كتير طبعا من المسلسلات الدراميه، ما بنلاقيش المعالجه زي بتاعت زمان. مثلا تلاقي معالجه مثلا زي حكايه زوج معاصر، الحاجات اللي بيبقى فيها ايه التجمع الاسري والاحتفاظ. لقينا دلوقتي بنشوف يعني الاخ انا شايف بيخون، يعني بيبص لمرات اخوه. ايه ليه المصطلحات دي؟ كوميديا باهته قوي. بالظبط، غير زمان. بص انا اقول لحضرتك ليه بمنتهى البساطه. زمان كان المؤلف بيكتب المسلسل، احنا كنا بنصوره، بنقعد بقى شهرين ثلاثة أربعة حسب ما بيتصور المسلسل. المسلسل كله بيخلص قبل رمضان بأسبوعين أو شهر. بالظبط. وبيتجهز في المونتاج وبعد كده بيتعرض. تحضيره بسيط، في اي مجال للغلط. فعلا ما كانش بقى في اي مجال للغلط، حتى لو في غلط بنرجع نعيده وبنلحق وقتنا. لكن للاسف الشديد ان احنا دلوقتي
بي بي بيحطوا فكرة بالظبط وبيكتبوا حلقتين ثلاثة أو أربعة وبيبتدوا يصوروا وبيبتدوا يصوروا وبيبتدوا كمان بيصوروا متأخر، فبيجي المخرج بيبقى في اللوكيشن، يلا هتولي الحلقات، هتولي بقية المشاهد بتاع اللوكيشن ده، هتولي مش عارف ايه، والمؤلف بيكتب والمخرج يقرا يقول له لا دي مش عاجباني عيدها تاني. فبيبقى في ده فعلا دي حقيقه يعني. أيوة. انا ممكن اصور مسلسل يوم 29 رمضان عشان يتعرض يوم 29 رمضان بالليل بالظبط. فعلا. فمعلش فين دور الرقابه في كده؟ مفيش طبعا. فين يعني حتى القيمه الفنيه راحت؟ انت تلاقي المسلسل اول حلقتين ثلاثه واو جميل جدا، دي شد بس يعني جذب جمهور. بس كده مين لك يا مصطفى؟ ربنا يرحمها. الله يرحمها يا رب. بقاء لله البقاء في حياتك. الله يرحمها ويجعل مسؤول الجنة يا رب. كانت بتمثل بالنسبة لك ايه؟ كل حاجة. الأم. الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيب الأعراق. طبعا الأم بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا. الله يرحمها يا رب. الله يرحمها يا رب ويجعل مسؤول الجنة. الله يرحمها. طب احنا ممكن نكمل يا مصطفى؟ احنا يعني انت فاجئتني. انا عارف ان انا فاجئتك، ويعني هي هي على هي حاجه والله، لان هي حاجه كبيره واحنا لازم نقدرها. الله يرحمها يا رب ويجعل مثواها الجنه يا رب ان شاء الله. ربنا يرحمها. طب احنا نرجع كده للحلقه بتاعتنا وركز معايا في الحلقه. انا طبعا يعني مقدر طبعا الموقف اللي انت فيه طبعا، وهي طبعا يعني بنتمنى ليها يعني، هي طبعا في مكانه طبعاً كويسه، وربنا يجعل مسؤول الجنه يا رب باذن الله. انا بتمنى بس كل اللي يشوف الصوره، هي طبعا ما حدش يعرفها، هي والدتي، واتمنى ان كل اللي يشوفها يترحم عليها ويدعي لها بالرحمه والمغفره، وده املي وعزايا الوحيد يعني. انت يا مصطفى مين كان احد الداعمين ليك من الفنانين؟ مين اللي اداك السبورت في العمل الفني؟ انا اللي اداني الاب الروحي بمعنى صح، استاذتي وصاحبه الفضل عليا استاذه ربو حسين، مخرجه ربو حسين. حتى هي ادوارها قلت قوي في الاخراج، ما بقتش بتخرج شبه الاول، ما بقاش نفس الوضع اللي انا بتكلم فيه، نفس الوضع. استاذه رباب مخرجه كبيره جدا، كنت في برنامج قريب على قناه يعني. ايوه. عملت مداخله معايا والمذيعه بتسالها، قالت لها حضرتك فين اعمالك؟ قالت لها الجو الحالي ما يناسبنيش انا. فهي عارفه ان ما ينفعش ان هي تدخل حاجه ومتاخر، والكلام اللي انا لسه متكلم فيه. الناس اللي بتشتغل في شغل تقيل ومسلسلات دراما قويه شبه دي بتستخسر اصلا ان هي تشتغل شغل بايظ او متكرود بمعنى اصح يعني. بالزبط. ما فيهوش محتوى كويس. بالظبط طبعا. فاكيد عندها حق ان هي تعمل كده. يعني مخرجه كبيره وعارفه يعني ايه حاجه بتتقدم لجمهور، والجمهور ده يستحق ان هو يشوف حاجه كويسه، فلازم بالزبط. تعمل حاجه بالزبط. كويسه. فهي بتقول ان الجو الحالي ما يناسبنيش عشان خاطر كده. صح عندها حق. مش يلا بسرعه بسرعه واي حاجه تتعمل وتتقدم، لا. معانا دلوقتي يا مصطفى فيديو هو جاهز ليك دلوقتي. يعني الفيديو ده طبعا عباره عن كل اعمالك الفنيه طبعا بقى، حضره المتهم ابي والفنان الراحل الجميل طبعا نور الشريف، والفنانه الراحله برضو معالي زايد، وسلطان الغرام، وسلطان الغرام برضو، خالد صالح برضو. التقرير جاهز يا شباب؟ تمام. هنطلع دلوقتي لتقرير ويعني نرجع لحضراتكم مره ثانيه باذن الله. السلام عليكم. اتأخرت ليه يا ابو حنفي؟ جوعتنا يا اخي. معلش يا جماعه انا بعتذر لكم كلكم، كان عندي مقابله بس مهمه وما اقدرش امشي قبل ما اخلصها. مقابله ايه؟ يا واد طب قول لي، عرفني فهمني بتعمل ايه؟ قرب يا استاذ. حاضر يا بابا. ايه بابا دي؟ هنا مفيش بابا. ما خلاص احنا في الشارع، خلصنا المدرسه يا مستر عبد الحميد. اللي سيادتك تأمرني بيه يا سعاده الباشا. اي حد يسالك قول له مجرد تشابه اسماء. اخس على قلة اصلك، تتبرم من ابوك يا محمود. طب اقفل دلوقتي هكلمك تاني. من دم ده ايه؟ هما اللي من دمي خسروني بناقصهم. طب مالك؟ مالي ضاع يا ماما، وجوزك هو اللي ضيعه لنا. مش هسيبه، ولازم انتوا تباتوا هنا، واحنا الاربعه لازم نبقى مع بعض في كل حته لحد ربنا يفعل ما يشاء. الحل والعدل عندنا احنا.
احنا اصحاب الحاج واحنا اللي هنجيبوه. والله لا اقتلك يا احمد يا ابو اسماعيل. المساله واضحه، من حق جوزك انه يمنعك من الخروج حتى لو كنت رايح الجامعه، ولو مش عاجبك الحياه معاه اطلب الطلاق. انا قلت لها الكلام ده برضه بس هي ما بتسمعش كلام حد، هنعمل لها ايه بس؟ بابا انا ممكن اكون عبرت غلط لكن لا لا، وهي دي المصيبة. انت قلت اللي جوه في قلبك، قلت اللي انا بشوفه في عينيك سنين طويلة ومش قادر افهمه. القول قولك ياما، المهم ان انا اتجوز عشان اكيد العوازل. انا ماليش كلام، الكلام كلام امي واللي هي تقوله انا موافق عليه. يا شخشيخه في ايد امك. طب اسمعي بقى عشان كلامك ده بيعصبني وممكن امد ايدي عليك. ارتاح انت ياما وطلباتك اوامر، انت في عينيا ياما مش محتاجه تشتغلي، انا كل في ايداكي يا حبيبي. انا ارمي عمري كله تحت رجليك واقول لك خالص. اشرف بسم الله ما شاء الله مطرح ابوه، مش كده يا اشرف؟ حضرتك شايف ايه يا عمي؟ انا شايف انك لازم تجيب مجموع كبير قوي عشان تدخل الجامعه وتفتح البيت وتبقى مطرح ابوك بصح. ان شاء الله هدخل الكليه الحربيه وابقى زي بابا. خيرك يا حضره العمده، بس انا يعني عايز حضرتك ما تنساش الموضوع بتاعي. وعلقنا يفط في البلد غير اللي كانت متعلقه في الاول ومحدش قدر يشيلها. احط الكف على الميزان سلمان فتح والكف. بقت علبه سردين. بابا هو حضرتك هنا؟ ايه يا محمود؟ كمان عايز تسيبنا وتمشي؟ انا كنت نايم وفاكر نفسي بحلم. بابا انا كنت انت لو ابن حرام ما تفكرش تعمل كده. انا اسف يا بابا. ازاي ست تموت من غير ما حد يبلغني؟ ازاي تتنوم من غيري؟ سامحني يا بابا، معلش ما قدرتش استحمل اللي حصل، خدت دلبي ثاني وهربت. اهو انت كده دلوقتي صالحتنا يا محمد. اسمح لي احييك يا حضره الضابط. طالب شرطه محمد عبد الحميد زراز يا فندم. تعالى في حضني يا ابني. الف حمد والف شكر ليك يا الف حمد والف شكر ليك يا ما انت كريم يا رب. تعالى يا ولد، تعالى في حضن امك يا ولد. لا ما تسيبش حضن امك يا ولد. انت ودي يا ماما كانت زمان بقى، خلاص انسيها بقى، احنا كبرنا وبقينا ضباط شرطه، دلوقتي ضابط شرطه محمد عبد الحميد دراز. يلا ابدا مني. عقب بقى مصطفى على الفيديو ده. فكرتوني بايام حلوه، الدراما الجميله، ايام ما كنا بنعمل حاجه الناس بتتفرج عليها وكانت بتستمتع. كنت امشي في الشارع الناس كانت يعني انا حتى الان والله مش كنت حتى الان الناس فاكراني بحضره المتهم ابي وسلطان الغرام والليل واخر والحاجات اللي ليها قيمه كبيره دي، وليا الشرف ان انا كنت جزء صغير منها. واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الحاجات دي ترجع تاني، او القيمه الفنيه في الدراما المصريه ترجع تاني، عشان هي دي الوعي اللي هتخلي فيه جيل جديد طالع كويس، هتخلي فيه كل حاجه ليها يعني في مشكله ليها حل. المسلسلات او الدراما بنعملها ليه؟ بتعرض قضايا البيت، بتعرض قضايا وبيبقى ليها حل من خلال ان احنا كفنانين بالزبط. ان احنا نعمل حاجه يعني مسلسل مثلا زي حضره المتهم ابي ده في عزه، في مشاكل، في مشكله الجواز العرفي بالظبط. كان زينه لو تفتكري. أيوة طبعا ماتت في الاخر بسبب بالظبط. في مشكله الادمان احمد وبيع المخدرات بالظبط. ايوه يعني عايز اقول لك ان في كذا مشكله، في مشاكل تانية، راس المال المتحكم بالظبط، في مشكله رابعه، في مشاكل تحكم رجال الاعمال في جوازات ولادهم برضو كانت بالزبط. بتاعت ايمان العاصي هتلاقي في مشاكل وفي طبقات حتى لو مفيش حلها بس بنلمس ازاي نحل بالظبط. العدل هو العدل بقى، يعني احنا اساسنا هنا في الموضوع كله اللي انا بتكلم فيه العدل. لو في عدل هيبقى في
حاجات كتير حلوة مش في الدراما بس في كل حاجة في حياتنا. فاحنا نتمنى ان يبقى في عدل في كل حاجة. طب احكي لنا بقى يا مصطفى، انت ازاي بدأت وبداية مشوارك كانت ازاي وفين؟ انا يعني بداية مشواري دي وانا صغير خالص، كنت ايه اول عمل خالص عملته؟ اول حاجة كان في المدرسة في الميس بتاعتي بتاعت علوم قالت لي، ما قالت ليش انا يعني، قالت في الفصل مين حابب يمثل. فانا اساسا كنت بعشق التمثيل من وانا صغير، كنت بتفرج على الافلام والمسلسلات واقعد اقلد وحاجات كده. فروحت رافع ايدي انا، قلت طب تعالى احنا بنعمل درس والدرس ده بنمثله. الدرس ده عباره عن ايه؟ كان في درس اسمه الاذن. الاذن عباره عن ايه؟ الطبله والمطرقه فكل واحد بيطلع يقول وظيفته. انا المطرقه، وظيفتي انا مش عارف يعني اللي هو ايه، بقول الوظيفه بتاعت الاذن. فعجبت بيا جدا المدرسه وقالت لي برافو عليك ده انت شاطر جدا. قلت انا بحب اصلي حاجه صغيره، الموهبه صغيره جدا. ما هي ابتدت من هنا. بعد كده رحت مركز شباب الساحل، مثلت في مسرح مركز شباب الساحل. بعد كده دخلت المعهد العالي فنون المسرحيه. بعد كده عرفت بقى الاحتراف ازاي، كان بدايتي في المسرح القومي للاطفال. بعد المسرح القومي للاطفال عملت مسلسل، اول مسلسل ليا اسمه حرس السلاح. عملت بعد كده مسلسل الليل واخره مع الاستاذ رباب حسين، وحرس السلاح مع الاستاذ رباب حسين. أيوة يعني طبعا اغلب اعمالك مع الاستاذ رباب حسين. يعني معظمها. بص يا مصطفى، احنا دلوقتي طبعا قدامنا دقيقتين، فطبعا قدامنا فقره صور، فيعني عبر بقى لو حتى بكلمه او بجمله عن الفنان طبعا الراحل خالد صالح. خالد صالح الله يرحمه فنان كبير، قمه في التواضع، انسان بمعنى الكلمه. الله يرحمه. للاسف خد حظه هو كبير، بس هو قله اعماله اللي قدمها لنا الا ان هي هتقعد كتير قوي معانا. احنا عارفين ان انت بتعمل مسرحيه، كلمنا عنها. انا عامل مسرحيه اسمها عقد مع الشيطان. اخراجك وفكرتك وتاليفك. وكانت بتتعرض في مسرح النهار. طب الصوره اللي بعديها، معلش يا مصطفى، المستشار مرتضى منصور. المستشار مرتضى منصور. حبيب الكل ده. هو انا يعني المستشار مرتضى منصور طبعا يعني انا بحس فيه بالاختلاف يعني. ممكن يعمل حاجه وتلاقي بعد كده عكسها. بالظبط. ف انا بحب الرياضه فمتابع طبعا الرياضه، فبالنسبه لنادي الزمالك موضوع يعني. بالظبط. اهلاوي ولا زملكاوي يا مصطفى؟ اهلاوي. بالنسبه لك شايف ان المستشار مرتضى منصور عمل طفره انشائيه في نادي الزمالك، ولا انت حاسس بايه يعني كمنافس تقليدي؟ عمل طفره في الانشاءات، لكن ما عملش طفره في الرياضه نفسها. يعني انا اسف. يعني هو خلى نادي الزمالك من جوه نادي كبير وعمل فيه حاجات كويسه. انا دخلت وشفته. لكن انا نفسي نادي الزمالك ينافس بقوه زي زمان. نادي الزمالك نادي كبير ونادي يستحق يبقى في مكانه ثانيه. عشان الرياضه المصريه تبقى كويسه على فكره لازم الزمالك يبقى ند قوي للاهلي ويرجع زي زمان كده في منتخب قوي من الاهلي. الصوره اللي بعديها يا جماعه، الصوره اللي بعديها الفنان الراحل نور الشريف. طبعا استاذي طبعا الله يرحمه، الخبره كلها في التكنيك والتمثيل والاداء. وكان كنت بتتعاملوا ازاي مع بعض في اللوكيشن؟ والله كان بيعاملني زي ابنه بالظبط. يعني كان بيعاملني زي ابنه. هو كان بيقول لي انا ماليش اولاد، حتى يعني هو طلع في لقاء انا ما كنتش معاه في روتانا. قال لهم، بيسالوه عليا، قالوا له اللي عامل دور ابنك، قال لهم ده ابني الصغير بجد يعني انا ماليش ولاد. ويكفي ان احنا كنا في اللوكيشن فعلا انا جو اسري، ما فيش نفسنا اصلا. انا كنت بحس ان انا داخل بيتي بالظبط في اللوكيشن. يعني دي الحاجه اللي بشكرك جدا يا مصطفى في برنامجنا طريق النجاح، وبشكر طبعا زميلتي ساره دياب. يعني كانت حلقه جميله جدا وفعلا يعني عدت بينا بسرعه. بالظبط. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده، واستنونا في حلقه جديده في برنامجنا طريق النجاح.